بسم الله، صباح النصر، صباح روح اكتوبر وذكرى حرب اكتوبر المجيده، حين برهن رجال القوات المسلحه خير اجناد الارض، على انه بالجهد المخلص والعلم والتخطيط السليم والاراده والعزيمه تسقط اعتى منظومات الاسلحه مهما تكاتفت دول الشر ومهما تكاتف الطغيان. صباح النصر يا مفيدة. صباح النصر يا سهير. صباح النصر لكل مشاهدينا. 51 سنة ذكرى نصر أكتوبر، 51 سنة، كل سنة بنحتفل بأكتوبر وانتصارات أكتوبر. بس اسمحوا لي، والله مش لشيء، ولكن السنة دي نصر أكتوبر خلانا نصحى على إن الحمد لله لوجودنا في مصر، في جمهورية مصر العربية. الحمد لله ان 6 اكتوبر حصل، الحمد لله ان احنا انتصرنا على هذا العدو القاتل اللي يمكن مدمر مجموعة كبيرة جدا من دولنا الشقيقة والحبيبة حوالينا، ولكن مصر ربنا يعني كرمها بالانتصار على هذا العدو. كنت لسه قبل ما اطلع من شويه على الهوا، ولما الصوره كانت محطوطه والاغنيه كانت موجوده، كنت بقول لسهير، تعرفي يا سهير ان اسرائيل العدو عمرها ما قابلت جيش نظامي في تاريخ حروبها على الوطن العربي الا الجيش المصري. اذا اسرائيل لما قابلت الجيش المصري انتصر الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي. ده معناه إن هذه البلد الطاغية زي إسرائيل، كل المواجهات حاليا اللي بتتم المواجهة معاها هي ميليشيات موجودة، أحزاب موجودة، ولكن لم تقابل الجيش النظامي الذي يستطيع أن يقهرها زي ما قابلت الجيش المصري وانتصر. تحية لجيشنا المصري، تحية لرجالنا ورجال الجيش المصري، تحية لشهدائنا، وتحية لكل أم ضحت بابن ليها في مقابل أنه ينتصر ويحقق النصر ويحقق معه الأمان والاستقرار لجمهورية مصر العربية. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحية إجلال وتقدير لكل الأبطال وللشعب، والفاتحة لكل من قاتل ولكل من استشهد في دفاع عن الأرض والحرية والكرامة، دفاع عن الوطن. الفتحة لكل القيادات، الفتحة لكل الرؤساء، رئيس السادات، رئيس مبارك، للقيادات الكبيرة، الفريق الشاذلي، أحمد إسماعيل، لكل الناس من غير ذكر أسماء، لكل الناس، لكل الشعب، لكل أسرة يعني كان عندها شهيد، الشهيد، لأن كانوا بيزغرطوا إن لما يحصل شهيد، الشهادة في سبيل الوطن هي الأشرف وهي الأعظم. 51 سنة زي ما مفيدة قالت على انتصارات أكتوبر المجيدة، 51 سنة رقم كبير جدا، ويمكن في ناس كتير، أجيال كتير ما كانتش اتولدت، لكن أكيد هم كل مرة لازم نعرف الأجيال الجديدة إن مصر محت وصمة الاحتلال لسيناء. يعني أعظم انتصار في تاريخنا هو أكتوبر المجيد، فلازم نحكي فيه أجمل تحية للأبطال وكل قادة نصر أكتوبر العظيم.